بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة إن شاء الله هتكلم فيه عن التايب هينتنج. إيه هو؟ أنا عارف إيه هو التايب هينتنج ونستخدمه في إيه، وإمتى نستخدمه وإمتى ما نستخدموش. طيب، قبل ما أتكلم على الدرس دوت هيبقى هشرح فيه للناس اللي شغالة بي اتش بي 5 والناس اللي شغالة بي اتش بي 7 أو اللي أوريدي شغالة الإكستنشن بتاع بي اتش بي 7 أو إصدار بي اتش بي 7. اول حاجه ايه التايب هينتنج ده؟ باختصار شديد هو لما اكون عندي فانكشن، انا مثلا عايز ابعت الفانكشن ديت اري مع اري، عايز اشتغل على الاري، الفانكشن ديت هتشتغل على الاري، فلقيت واحد راح بعت انتجر، بعت مثلا سترينج، بعت اي حاجه، فكل حاجه في الفانكشن بالنسبه لي هتلاقيها ضربت، لان انا متوقع اللي هيجي لي اري، لقيت جالي سترينج او انتجر. فبالتالي هنا تيجي فايده التايب هينتنج، ان انا بحط نوع الداتا تايب بتاع الارجيومنت المفروض يتبعت للفانكشن ديت. يعني مثلا لو جينا خدنا مثال صغير كده، قلنا مثلا function print array، عندي array حلوة اهي for each array as key we value، ال echo مثلا ال key ده dot ال value دي. تمام، هاجي هنا اقول له print array واختبعته 12 integer. تعالوا نعمل refresh، قال لي invalid argument supplied for each in line 21. ليه؟ لان انا بعت له integer، هو متوقع array، فشغل الفانكشن كله على array. فانا هنا هتيجي فائده type hinting، اللي هي بقى ازاي اجي قبل الباراميتر دوت واكتب array، بحدد نوع الداتا تايب بتاعي اللي انا هشتغل عليه او نوع الداتا اللي انا هشتغل عليها. طب اجي اعمل ريفريش تاني، هتلاقي الايرور اختلف، قال لك argument واحد pass to print array must be of the type array integer given called in كذا كذا، وعمل وعرض الاستاك كله بتاع الايرور. تمام، فانا هنا ايه ما نفذتش الفانكشن، يعني هو واقف الاكسكيوشن بتاع الفانكشن، لان انا اصلا اللي جاي لي غلط، فبالتالي مش هيكمل، هو حتى واقف اصلا الاكسكيوشن بتاع السكريبت كله، يعني فات الايرور. طيب حاجه مثلا ابعت له هنا النيم age 99.1، ريفرش نيم حسن age 99.1، يبقى كده شغال معايا ايه؟ تمام. طيب دي بكل يعني ابسط حاله للتايب هينتنج، ان انا بحدد الباراميتر بتاعي بقى ايه الفاليو اللي هاخدها. طب ايه الانواع اللي عندي؟ من اول اصدار بي اتش بي 5 الكلام دوت هو المتاح، يعني قبل كده الناس اللي شغاله بي اتش بي 4 دولت يعني مع نفسهم ربنا معاهم. يعني الانواع المتاحه عندي الاري، اي نوع من انواع الكلاسز، اي اسم كلاس، اي اسم انترفيس، من اول اصدار بي اتش بي 5.4 الكولابل. الكولابل ديت يعني اي حاجه اقدر اناديها، اللي محدش عارف يعني ايه كولابل يقدر يرجع الدرس بتاع الكول باكس او الكولابل. تمام، من اول اصدار بي اتش بي 7 اضاف عندي السترينج الانتجر الفلوت، الانتجر طبعا هتبقى في صوره انت، والفلوت والبول اللي هي اختصار البول يعني. تمام، فلو جيت مثلا قلت ايه function sum بتقايل ايه int ايه ده، خد بالكم ده الناس اللي شغال بي اتش بي 7 و int b بتقايل return a plus b. طبعا دي تنفع يعني لما اجي مثلا اقول echo sum بتقايل ايه وقايل بي. تعال نبص اللي هيحصل، فريش الارجيومنت واحد باس وصم ماست بي اوف تايب انجر سترينج جيفن، فهو حتى ما كملش الباقي، يعني هو ما بصش على الارجيومنت الثاني. يعني لو جيت مثلا رحت قايل ده 2، تعالوا نعمل فريش ارجيومنت 2 نفس الفكره، فهنا لازم ايه احدد ده مثلا ب3. تمام، ريفريش نفس الموضوع عندي في الاوبجكت اورينتد، هنرجع بس الاوبجكت اورينتد قبل ما اكمل في البي اتش بي 7. عندي مثلا كلاس اسمه باركينج. تمام، الكلاس دوت هيبقى فيه برايفت الكارز يساوي اري، هتقايل بابليك فانكشن بارك، انا عايز ابارك الايه العربيه اللي جايه لي دي this cars، هضيف عليها
السيد ده والاستاذ جعفر. تمام، هاجي هنا كده دي حتى نلقحها فوق دلوقتي ملهاش اي لازمه هنا اهو. هاجي اقول مثلا كايرو باركينج يساوي نيو باركينج. تمام، انا هاجي اقول له ايه الكايرو باركينج ده، اقول له بارك. هو المفروض هو هيبعت لي كلاس من النوع كار، بس انا لسه ما حددتش الكلام ده. يعني انا لو جيت قلت له مثلا بارك 12 رحت قايل بارك 15 14 565 دي خليها بابليك عشان نعرضها على طول بابليك. تمام، رحت قايل هنا نزل تحت كده نعمل بس الفانكشن الحلوه دي فار ايكو دي سوري برينت ار للفاريبل ده. رحت جاي هنا قايل له ايه بري للكايو باركينج كارز. تمام، تعالوا نعمل ريفريش. جاب لي 12 14 165 حاجه انا مش عايزها، يعني المفروض اللي هو اللوجيك بتاعي مش كده خالص. طيب هنا بقى اجي احدد له ايه ان لازم الكار دي يبقى من النوع اوبجكت او كلاس اسمه كار. دلوقتي تيجي تعمل ريفريش بقى هتلاقي ايه الموضوع اختلف تماما، طلع لك ايرور ايه ارجمنت واحد باس تو باركينج بارك الفانكشن يعني must be instance of car، يعني لازم ابعت له اوبجكت من الكلاس اللي اسمه car integer given. يبقى انا هنا في الحاله ديت هاجي مثلا عامل ايه كلاس car اخليها ابيها مثلا اهو private name public function يساوي نيم. تمام، فرحت جاي هنا قايل له بارك، تعالوا ناخدها باكتر من شكل، يعني اقول مثلا كار هتساوي نيو كار. تمام، رحت جاي هنا قايل له كايرو باركينج بارك عبيري. تعالوا بقى نعمل ريفريش الاول في الحته دي زيرو كار اوبجكت وبعت لي ايه الاوبجكت كله موجود عندي. تمام، ممكن برضو ابعتها كده كايرو باركينج سوري باركينج بارك نيو كار مثلا فيراري مش عارف فيراري كده صح ولا لا، اظن هي الدبل ار. ما علينا مش هنختلف على الاسم يعني. فريش، بعت له ايه اوبجكت تاني. فانا هنا محدد ان لازم اللي يجي لي الاوبجكت دوت لازم يبقى كار، لازم الاوبجكت بتاعي يبقى او كلاس كار اللي هي الفانكشن دي. نفس الفكره انا ممكن اشتغل بالانترفيس، مثلا انا عايز في الكار دوت لازم يبقى الكلاس دوت يبقى فيه مثلا وات ايفر، عايز اجيب الجيت نيم بتاعه، عايز اعرف اسم العربيه بتاعته، فممكن اعمل ايه انترفيس. الكلام ده كله لل الناس اللي شغاله اوبجكت اورينتد، هقول public function get name. تمام، هقول الكار دي implement car interface، وهقول هنا ايه public function get name return this name. تمام، فممكن هنا اقول له ايه الكار ده get name. طيب قبل ما انفذ الكلام ده نفترض ان انا مش عندي الفانكشن دي والاستاذ ده ما بيعملش امبلمنتيشن للانترفيس ده. تمام، وانا جيت هنا قلت له ايه حط لي في الاري بتاعت الكارز انا هضيفها بالاسم، انا عايز اضيف العربيات بالاسم. تمام، تبقى اسوشيتد اري. عامل ريفريش جاب لي ايرور ايه undefined method get car name، اسف من الكار get name ما عنديش الاسم ده. في الحاله ديت انا الافضل هنا اتعامل مع ايه مع انترفيس، ان انا عارف الانترفيس ده هو اللي فوق ده في الفانكشن دي اللي هي الجيت نيم، فبالتالي هنا هبتدي اتعامل مع انترفيس. فهنيجي هنا نرجع دي تاني هنا والاستاذ ده يعمل امبلمنت برضو امبلمنت للكار انترفيس. اوكي، هاجي هنا بقول له ايه انا مش عايز يبعت لي الكار، انا عايز يبعت لي الكار انترفيس، ده اللي انا عايز استقبله منه. طبعا انت اي كلاس بيمبلمنت انترفيس فهو يعتبر ضمنيا تبعه او واخد نفس الاسم. نرجع نعمل ريفرش
بس بقت عندي ايه، بقى اسم اهو مرسيدس، بقى ده اللي هو الجيت نيم، الفانكشن اللي انا مسميها جيت نيم اهي، بعد الاسم من الكار، وحاطط الاوبجكت بتاعها. تمام، فكده بقى عايز اضيف اي حاجة تانية. هاجي مثلا اقول له ايه، بارك واحدة تانية مثلا تويوتا. تمام كده، ضفت ايه اوبجكت جديد تاني للاري. دي يعني ابسط مثال انت ممكن تشتغل على التايب هنتج، او انك تستخدمها في ايه، سواء كان في الاستخدام العادي او في الاوبجكت اورينتد. طيب نرجع تاني للبي اتش بي 7. دلوقتي انا نفترض ان انا قايل هنا عندي فانكشن، هبتدي بقى تحت خالص اهي، واقف الاستاذ ده، فانكشن اسمها separate string. تمام، واحد قايل string، string ده انا عايز افصل ما بين حروف الكلمه ديت ما بين كل حرف والتاني بداش، فاقول له return include str split للسترينج ده. لو جيت انا قلت له echo separate string مثلا حسن، هنعمل ريفريش، شغاله معايا تمام. طيب طبعا لو جبت اي نوع تاني مش هيشتغل. نفترض ان انا قلت 12، تعال نشوف هل هيقبله ولا لا. هنا قبلها ليه؟ لان انت مش محدد ان هو من الستريكت تايبس، في عندنا حاجه اسمها الستريكت تايبس اللي هي الانواع ممكن تقبل بعضها، يعني ممكن مثلا الفلوت يقبل انتجر، السترينج يقبل فلوت او يقبل انتجر. تمام، اللي هي الانواع ممكن تقبل التانية. فعشان حل الحاجة زي ديت في عندي حاجة اسمها declare strict underscore types تساوي واحد، يعني لازم النوع اللي جاي السترينج يبقى سترينج، ما ينفعش اي حاجة تانية تيجي غير سترينج. ريفرش، قال لي هنا ايه، طلع لي بقى الايرور الطبيعي اللي هو argument واحد passed to separate string must be string type of، يعني must be of the type string integer given. نفس الفكره، لو حاولت ابعت انجر لفلوت هيطلع لي ايرور. ليه؟ لان انا حاطط له الستريكت تايبس فوق، قلت له خليت تبقى ستريكتد، ما يجيبليش اي نوع يقبل التاني. زي ما قلنا الفلوت بيقبل اي انجر، السترينج بيقبل اي فلوت او بيقبل اي انجر. تمام، فانا عشان اخليه يبقى ستريكتد جدا، يعني ستريكت يعني انا لو جيت هنا، لو جيت ال 12 ديت، لو جيت قلت مثلا ايكو 12 بتساوي 12، فالنوع هيطلع لي هنا ايه؟ طلع لي واحد، لان هو فعلا 12 بتساوي 12. لكن لو حطيت تريبل ايكوال تعمل ريفريش مش هيطلع لي حاجه. ليه؟ لان هو بقى دلوقتي بيبص على الفاليو وعلى التايب، فهنا بقى اسمها ستريكتد، ان لازم الفاليو دي تبقى تساوي ديت، اسف لازم التايب ده يبقى يساوي التايب ده حتى لو نفس الفاليو. نفس الموضوع في جزئيه الستريكت تايبس، ان زي ما قلنا السترينج بيقبل انتجر، بيقبل فلوت، بيقبل بوليان، الفلوت بيقبل انتجر، وهكذا. تمام، فدي برضو ناخد بالنا منها عشان الناس اللي شغاله بي اتش بي 7 تاخد بالها من الموضوع دوت. الديكلير لازم تعرف اول حاجه قبل اي حاجه في الفايل، حتى قبل النيم سبيس لازم تعرف في الاول خالص. بس كده اعتقد مفيش حاجه تانية ممكن نقولها في التايب هنتج. نقطة أخيرة، التايب هنتنج دلوقتي اسمها تايب ديكليريشنز، ده من أول إصدار بي اتش بي 7. إن شاء الله الموضوع بقى سهل، مفيش فيه أي حاجة، أنت يا دوبك بتعرف الباراميتر بتاعك النوع بتاعه بقى إيه، لازم يجيلك من النوع كذا عشان تبتدي تتعامل معاه. بخلاف كده الموضوع مفيش فيه أي إضافات تانية يعني. إن شاء الله يكون الدرس سهل ومفهوم. لو في أي حاجة ممكن عن طريق تكلمنا على الفيس أو على كومنت على الفيديو. والهنا، السلام عليكم ورحمة الله.